وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس أنا عايزة أرد بس على الحاجة اللي معاك تمام، اللي هي بتقول اللي تتكلم على ربنا وكده. أيوة. في ستات ممكن تلاقيها لابسة يعني حشم جدا تمام، وبتعمل بلاوي، فما حدش يتدخل في حياة الناس، كل واحد يعني كل واحد بقى هو عارف هو علاقته عاملة ازاي مع ربنا، مش شرط عشان هي بتلبس ولا عشان هي ممثلة ولا على اللي هي بتعمله. تمام، فاهمني حضرتك؟ لا مش فاهم يا زين، يعني بتقولي ايه؟ ممكن تكون الرقاصة احسن من الداعية؟ ايوه سامعاني يا زين؟ ايوه انا انت عايزه تقولي ممكن تكون الرقاصه يعني عند ربنا افضل من الداعيه. وبتعمل حاجات احسن من واحده تكون مرقبه، وزي المدام اللي قاعده معاك ديت الدكتور دلوقتي كانت بتتكلم عنها بطريقه مش حلوه. بتتكلم عن مين بطريقه مش حلوه؟ من شويه لما كانت بتتكلم عن المدام في عبد، لما قالت لها خليها بس انها تغطي بس شويه وكده، وملهاش ان هي تجيب سيره ربنا. فاهمني حضرتك؟ يعني انت عايزه ان احنا يعني ناخد الوعظ من الراقصات ده ما بيضايقكيش؟ لا طبعا ما بيضايقنيش. ممكن تبقى انت بنتك لو قالت لك اشتغل رقاصه يا ماما هتوافقي؟ يا استاذه هند توافقي بنتك تشتغل رقاصه؟ لو بنتي في ظروف اي واحده من اللي هم بيشتغلوا رقاصين واتحطت في نفس الموقف، انا تمام ما عنديش اي مانع تشتغل، انما احنا الحمد لله انت شعر هي ايش عرفها ان مدام في عبده قبل كده كان في ظروفها. بس انا عندي دلوقتي دكتوره بتشتغل رقاصه ومهندسه بتشتغل رقاصه، ده تفسريه بايه؟ والله ايه قلتي حضرتك؟ عندي دكتوره بتشتغل رقاصه ومهندسه بتشتغل رقاصه، ايه سببه ده؟ انا نظر. المشكله دلوقتي مش في قصه هي بتشتغل رقاصه ولا هي مش بتشتغل رقاصه، القصه دلوقتي ان ما حدش له ان يقول انت ما بتتكلمش على ربنا او انت بتتكلم على ربنا. يعني هي ممكن تطلع تقول انا اعرف ربنا احسن منكم، ده عادي؟ يعني معلش هي ما طلعتش قالت انا اعرف ربنا احسن من شخص بعينه، هي قال بتوجه كلامها للناس للمجموع، انا بعرف ربنا ومتابعاه من زمان، ده عادي؟ وليه لا ما تكونش هي فعلا احسن منهم؟ وليه لا؟ من مين؟ يعني من الناس اللي هي تتكلم عنها، الناس اللي هم على طول عاملين بيقولوا في كلام وحش قوي في حقها. انا مش بتكلم على فيفي عبده بعينها، انا بتكلم عامه على ناس كثيره مش بس فيفي عبده. ايوه انما الكلام ده عادي ما ضايقكيش؟ لا طبعا ما ضايقنيش. بس انت ترفضي بنتك تشتغل رقاصه؟ لا ما تشتغلش لو بنتي في نفس ظروف اي بنتك لو دكتوره تشغليها رقاصه؟ خط قطع. اتفضلي. طبعا انا مش هرد عليها، واخد بالك؟ وانا ما اتكلمتش على اي حاجه، يعني بتتكلم عن ربنا، والكلام عن ربنا بيبقى فيه اداب وفيه ضوابط. انا قلت بس ما دام تتكلمي عن ربنا استوري نفسك واتكلمي زي ما انت عايزه. اما الكلام ده فانا يعني اشك في طريقه هذه الاستاذه، وكل اللي بدعيه من ربنا ان شاء الله انك تحشري معهم باذن الله، باذن الله ان شاء الله العلي الاعلى العظيم، وبحق هذه الايام المفترجه الكريمه التاسع من عاشوراء، عاشوراء بكره ان شاء الله، انك تحشري معهم انت ومن تحبين ان شاء الله. طب المنهج اللي احنا دايما بنسمع عنهم دلوقتي في الجيل الجديد منهم ان هذه المهنه محترمه، هذه المهنه، وانا هلاقي دايما اتجاهين يعني في اتجاه يقول لك احمد عبدون بيهاجم الرقصات، وفي نفس الوقت احمد عبدون بيجيب فنانين بينهم.